السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنحل يونت 2 assessment، هنقيم يونت 2. ويا شباب لو في اختلافات بسيطة بين الassessment اللي هحله معاك دلوقتي والassessment اللي معاك في الكتاب بتاعك مفيش اي مشكلة، تابع، لان في اسئلة كتير جدا مشتركة. وكده كده هدفي في الاول وفي الاخر انك تجمع اكبر قدر من الاسئلة المحلولة او من المعلومات او من طرق الحل، لان انت في الامتحان اخر السنة مش عارف هينزل لك انهي سؤال. واحنا كده كده بنحل كتير قوي قوي قوي، فلو في اسئلة عندك بسيطة مش موجودة هنا انت اسمع دوت كويس قوي وذاكره معايا وشوف الاسئلة البسيطة المختلفة عندك وابدأ حلها برضو. متفقين؟ قبل ما نبدأ يلا كله بيقول بسم الله. بسم الله يا شباب. Choose the correct answer. If k minus 3.551 الكلام ده equals 1.268 then k equals a. طبعا انا ما بحلش الحاجة وهي في مكانها كده، تمام؟ انا هاخد السؤال بتاعي وهروح اعمل بار موديل، هراجع معاك كده كنا بنحلها ازاي. احنا اتفقنا بلس وسبتراكت، اديشن وسبتراكشن، الاتنين بنعمل لهم بار موديل بالمنظر ده، وبسكن كل نمبر في المكان بتاعه. دي اول حاجة، خلاص؟ مدام دي سبتراكشن، الاكويشن اللي قدامي دي عبارة عن سبتراكشن، يبقى على طول اكبر رقم فيها اللي هو المسألة بتبدأ بيه كده هيتحط في البيت الكبير الريكتانجل الكبير ده، والتو نمبرز دول بالنسبة لي صغيرين، هكتبهم هنا 3.551 وهنا عندي 1.268 بالمنظر اللي انت شايفه. عايز اجيب كي، هروح اعمل ايه؟ هعمل بلس للتو نمبرز اللي تحت دول، هعمل لهم بلس دلوقتي اوصل للفاليو بتاعت كي، تمام؟ يبقى كي ايكوالز، هاخد التو نمبرز دول، وخليك جدع ومش لازم تكتبهم جنب بعض، اكتبهم تحت بعض عشان تسهل الموضوع على نفسك. معايا 3.551 الكلام ده بلس 1.268. واهم حاجة وانت بتكتب النمبرز بتاعتك تحت بعضها، عشان انت بتتعامل مع ديسمال نمبرز، الديسمال بوينت بتاعتك تتحط تحت بعضها، دي اهم حاجة عندي. ديسمال بوينت ليه؟ عشان لما بص كده على الديسمال بارت بتاعي هقول اه ده هنا في 3 ديجيتس وهنا في 3 ديجيتس، لا ده المسألة بتاعتي ميزانها مظبوط وهحل على طول. 1 بلس 8 ايكوالز 9، 5 بلس 6 11، 1 اند كاري 1 اب، 1 بلس 5 6 بلس 2 ايكوالز 8، قابلتني الديسمال بوينت بتاعتي نزلت 3 بلس 1 ايكوالز 4. خلاص انا عرفت الكي بتاعتي ايكوالز 4.819. تعالوا نروح نشوفها. 4.819 تمام كده، خلاص اتحلت وعرفنا الفاليو بتاعت ايه، بتاعت كي. طيب تعالوا نبص على السؤال اللي بعده. The perimeter of the opposite figure is 12.539 سنتيمتر. perimeter يعني ايه؟ يعني outline of the shape. outline of the shape يعني خد اللاينز دي كلها وبدأ يعمل لها بلس فداله الرقم ده، دي معنى كلمة perimeter، outline of the shape، تمام؟ طيب خد بالك بقى ان هو مديني اللاين ده قد ايه واللاين ده قد ايه واللاين ده قد ايه، لكنه مش مديني اللاين ده، هو ده هدفه. بيقول لك زين اكس ايكوالز هاو ميني سنتيمترز، تمام؟ انا حلها ازاي؟ انا اول حاجه هروح اجمع، اعمل بلس للنمبر ده والنمبر ده والنمبر ده. الاول لازم تفكر زي كده، انا هجمع يميس النمبرز اللي مكتوبه قدامي الاول، اوكي؟ طيب يبقى انا عندي بعد ما هجمعهم، اوكي، هاخد الرقم البريمتر ده وهعمل ماينس الرقم اللي هيطلع لي لما اجمع، اوكي، لما اعمل بلس للنمبرز دي. يلا انا معايا 2.135 بلس 3.013013. بص الديسمال بوينت تحت الديسمال بوينت ازاي، بلس 4.135135. اهم حاجة وانت بتكتب تظبط الارقام بتاعتك بالمنظر ده، اظبطها بان انا حاطط الديسمال بوينت بتاعتي تحت بعضها. متفقين؟ يلا ابدأ اجمع. 5 بلس 3 8، 8 بلس 5 13، 3 and carry 1 up، 1 بلس 3 4 بلس 1 5 بلس 3 8، 1 بلس 0 بلس 1 يبقى انا معايا 2، قابلتني الديسمال بوينت بتاعتي نزلتها 2 بلس 3 5، 5 بلس 4 9، طلع لي 9.283. ادي اول خطوة عملناها. الخطوة التانية هاخد البريمتر اللي مكتوب معايا في المسألة اللي هو 12.539
5 3 9 5 3 9 ماينس، وهوقع منه الرقم اللي انا لسه جايبه دلوقتي 9.283283، وادي اللاين بتاعي. ابدأ اعمل سبتراكت عشان تجيب اللاين اللي ناقص ده، تمام؟ الاكس بتاعتك value of x 9 minus 3 equals 6، 3 minus 8 can't be borrow 1، فالثري هنا هيبقى عندي 13، مكان الفايف دي هيبقى فيه 4، 13 minus 8 يعني 5، 4 minus 2 equals 2، قبلتني الديسمال بوينت بتاعتي نزلت، 2 minus 9 can't be borrow 1، هيبقى هنا فيه 0 وبقى هنا فيه 12 على بعضها، 12 minus 9 3. كده عرفنا الفاليو بتاعت x equals 3.256. يلا نعلم عليها 3.256 اهي، متفقين؟ طيب تعالوا نشوف اللي بعدها. هنا بيقول لك prime factorization of 12 is a prime factorization، يعني بيقول لك لو سمحت امسك لي 12 دي واعمل لها prime factorization، اعمل لها factorize. ادي 12 بتاعتي اهي، هتنزل لي 3 multiplied by 4 الثري برايم، الفور كومبزيت هتنزل ل 2 multiplied by 2، خلاص بقوا برايم. هروح ادور على 3 multiplied by 2 by 2، وعلى فكرة مش لازم يكتبهم لك بنفس 3 multiplied by 2 by 2، ينفع 2 by 2 by 3، ينفع يكتب لك 2 by 3 by 2، المهم ان انت تلاقي نفس 3 ايه numbers دول، تمام؟ يبقى انا هدفي 3 و2 و2 بينهم علامة multiply، اهي يا ميس 2 by 2 by 3 اهي، متفقين؟ خلاص كده اتحلت. طيب هنا بيقول ايه؟ هنا بيقول عادل and هاني have 36 LE together، مع بعض هما الاتنين حطوا الفلوس بتاعتهم مع بعض بقى معهم 36 LE. عادل only has 20 LE، طب الفلوس اللي مع عادل لوحدها 20. then the variable x in the equation x plus 20 equals 36 represents e، x دي represent e، لما اقول لك x بلس خد بالك بقى ان ال 20 دي الفلوس اللي مع مين؟ اللي مع عادل. الكلام ده equals 36 اللي هي الفلوس اللي مع الاثنين. طب x دوت بيتكلم على مين؟ بيتكلم على الاستاذ هاني، صح كده؟ طيب يبقى هاني ماني، بيتكلم على الاستاذ ايه؟ هاني ماني، لان هاني هاني بلس عادل، فلوس هاني بلس فلوس عادل الاثنين لما نجمعهم مع بعض هيدي لك ايه؟ هيدي لك 36 زي ما انت شايف، متفقين يا شباب؟ طيب تعال نشوف اللي بعدها. هنا بيقول لك which pair of numbers has the same greatest common factor as 24 and 18، مديك numbers وبيقول لك مين من النمبرز دي عندهم greatest common factor زيه زي 24 و18. طبعا سؤال صعب ينزل في الامتحان، لكن هنا احنا هنحله عشان احنا بنحل كل الافكار بتاعت الاكسرسايز اللي ممكن تقابلك. مطلوب منك تجيب greatest common factor ل 24 و18، او دي اول حاجة. يبقى 24 وادي 18، 24 يا شباب و18، وهدفي greatest common factor. خلاص الموضوع طول ما انت ماسك القلم بتاعك هتلاقيه ابسط ما يكون. 4 by 6 كومبزيت، طبعا 4 هتنزل ل 2 by 2 خلاص بقوا برايم، 6 هتنزل ل 2 multiplied by 3 خلاص كله بقى برايم، هو الفاكتورز قدامك. روح عند ال 18، 3 by 6 equals 18، 3 برايم 6 كومبزيت هتنزل ل 2 multiplied by 3 بقوا برايم، خلص الموضوع بتاعي. روح يلا 24 equals 2 by 2 by 2 by 3 اهو، 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 معايا 18 equals 3 by 2 by 3. طيب يبقى معايا 2 multiplied by 3 multiplied by 3، طبعا كتبت الكومن فاكتورز تحت بعضها، طبعا ال 2 نزلت اهيت، هي وال 3 اتحطوا في الريكتانجلز عشان هم زي بعض فوق وتحت كومن فاكتورز. هدفي greatest common factor الكلام ده equals 2 by 3 2 multiplied by 3 equals 6، ودي اول حاجة هفكر فيها في السؤال بتاعي، كأنه بيقول لي مين من النمبرز اللي قدامك دي عندها greatest common factor equals 6 equals ايه 6. هتبدأ تاخد النمبرز اللي معاك بقى اللي موجودة دي وتبدأ تحل، تبدأ تحل من اول وجديد. تعال نشوف مثلا لما اروح اجيب greatest common factor ل 12 and 24،
تفتكر هيطلع ايه؟ طب خلوني اقول لكم تريكة كده واحنا بنحل. لما تلاقي رقم من الرقمين divisible by the other number، يعني انا عندي هنا 12 divisible by ايه؟ انا عندي 24 قصدي divisible by 12. 24 يا شباب divisible by 12 بيقبل الاسم عليه، تمام؟ معنى كده ان 12 ده هو الجريتست كومن فاكتورز للتو نمبرز اللي قدامك. يعني لما اقول لك جريتست كومن فاكتور ل 12 و24 هيطلع 12. جريتست كومن فاكتور ل 12 و24 هيطلع 12. عرفتيها ازاي يا ميس من غير ما تحلي؟ اصل انا بصيت كده عرفت ان ال 24 بتقبل القسمه ديفيزبل باي 12. اصلي 24 ديفايدد باي 12 ايكوالز 2، فخلاص عرفت ان ال 12 ده هو الجريتست كومن فاكتور. تيجي نتاكد، تعالوا كده اكد لكم المنظر ده الاول. انا معايا 12 ومعايا 24 وهدفي اجيب جريتست كومن فاكتور، والميز بتقول انه هيطلع 12، خليكم فاكرين. اوكي تعالى ننزل كده بال 12. 3 باي 4، الفور هتنزل ل 2 باي 2، خلاص اتحطوا في سيركلز اهو. تعالى على 24 4 باي 6، الفور هتنزل ل 2 باي 2، وال 6 هتنزل ل 2 باي 3، كلهم هم برايم. يلا معايا 12 ايكوالز 3 باي 2 باي 2، معايا 24 equals 2 by 2 by 2 by 3 هنزلها الاول اهي by 2 by 2 by 2، تمام. هشد اللاين بتاعي، عايز اجيب greatest common factor. بص كده عندي 3 فوق وتحت، عندي 2 فوق وتحت، وعندي 2 فوق وتحت. ابدأ انزل 3 by 2 by 2، 3 by 2 6 by 2 12. ايه ده؟ ده زي ما انا قلتلك، اول ما تبص وتلاقي رقم divisible by التاني بيقبل الاسم على التاني، اعرف ان ال greatest common factor بتاعك هو الرقم اللي هو ايه الصغير في الرقمين اللي الرقم بيقبل الاسم عليه اللي هو 12 ده، تمام. 12 ده هو ايه greatest common factor، تمام، زي ما احنا ايه حليناها. طبعا ده كده الحل ده بالنسبة لي مش هو دوت اللي هيحل لي المسألة، لان انا بدور على greatest common factor يكون ايه؟ يكون 6. تعالى ناخد 30 and 12. 30 هتنزل ل 5 by 6 برايم كومبزيت، 6 هتنزل ل 2 multiplied by 3، خلاص هما الاثنين برايم اهو. انزل بال 12 ل 3 by 4 برايم كومبزيت، هتنزل ل 2 by 2، خلاص دول كده هما الاثنين برايم. ظبط النمبرز بتاعتك، 30 equals 5 by 2 by 3 by 2 by 3، روح على 12 equals 3 by 2 by 2، اجي حطيت ال 2 تحت ال 2 multiplied by 3، وال 2 الأخيرة حطيتها بعيد. شد اللاين بتاعك واعمل الريكتانجلز بتاعتك. greatest common factor equals 2 by 3 اهو 2 multiplied by 3 6، هو ده اللي انا بدور عليه. مش انا عمال ادور على greatest common factor 6، يبقى هما التو نمبرز اللي انا عاوزهم مين؟ 30 و 12. خلاص كده احنا حليناها 30 and 12، متفقين؟ طيب بعد كده بيقول لك the number 13، number 13 has how many factors؟ مس انا ما عنديش في التايم تيبل كله غير 1 multiplied by 13 equals 13، اللي قبل الايكوال اسمهم فاكتورز، 1 و 13 اصله برايم نمبر، معنى كده انه عنده ايه؟ عنده 2 فاكتورز. نمبر 13 برايم، عنده ايه؟ عنده 2 فاكتورز، عنده 1 اند اتسلف. ما دام هو برايم نمبر فهو عنده 1 اند اتسلف، متفقين؟ نبدا كويتشن نمبر 2 يا شباب. بص معايا كده بيقول ايه؟ بيقول رامي كارز شايل 7.136 كيلوغرامز اوف ابلز and oranges، تمام. هو شايل، نعتبرها باج مثلا، شنطة فيها apples and oranges. طيب where orange sweet is 3.816 kilograms، ودي لك الوزن بتاع ايه؟ الاورنج زي ما انت شايف. then the equation representing the weight of apples، طب weight of apples ده only is ايه؟ الاكويشن اللي انا مش عايز الحل، انا مش عايز الويت، مش عايز الوزن بتاع الابلز، انا عايز بس اكويشن. الاكويشن دي لما انت تحلها
تطلع لك بيها او يطلع لك الناتج بتاعها الوزن بتاع الابلز. تمام، اتفقنا. variable سميه x y z زي ما انت عايز، انا هسميه x equals x دي بالنسبة لي weight of apples. تمام، هاخد بقى الرقم الكبير اللي هو total weight 7.136 minus هوقع منه الويت بتاع ايه orange 3.816. تمام كده، يبقى لما اخد total weight الوزن الكبير ووقع منه وزن الاورنج هيديني وزن الايه الابل. متفقين؟ طب the number whose prime factors are 2, 2, 3, 5 is a prime factors يا ميس، يبقى انا هروح اعمل multiply للبرايم فاكتورز دول كلهم هيديني النمبر اللي بيسألني عليه 2 by 2 equals 4 4 يا ميس باي 3 يعني 12 by 5 equals 60. يبقى هو ده النمبر اللي بيسألني عليه. تمام كده. طيب هنا بيقول if 4.563 plus 2.45 الكلام ده equals k plus 3.265 then k equals e. يا ميس بصي شكل الإكويشن عامل ازاي. فاكر لما كنت بقولك خبي الجزء ده، ومدام هنا مديلك 2 numbers حللي الاول المنظر الجزء ده مع بعضه اجمعلي وطلع لي result. دي اول حاجة تفكر فيها. تعالوا نمشيها step by step، خطوة خطوة. اول حاجة زي ما اتفقنا هجمع معاك ال 2 numbers دول، يبقى انا معايا 4.563 plus 2.45. بص كده معايا، انا حطيت النمبرز اهي، بص النمبرز بتاعتك اهي، باكد معاك اهوت ان احنا كاتبينهم صح. 4.563 plus 2.45. ولو سمحت اعمل زي كده، يعني دايما اتاكد ان انت كاتب النمبرز بتاعتك صح وانت بتحل، عشان تخيلوا ان ساعات بيكون اولاد حقهم ياخدوا فول مارك وتقع منهم حاجة بسيطة جدا ان هم يكتبوا رقم غلط ويحلوا عليه المسألة كاملة، ويبقى الحل صح بالنسبة للرقم اللي هو كاتبه في الورقة بتاعته، لكنه مش كاتب الرقم اللي موجود في المسألة قدامه في الامتحان. يعني تخيلوا ان ده سبب ممكن ينقص حد ممتاز درجة او اتنين. طبعا انتوا لا، انا عارفة ان انتوا ان شاء الله محدش هينقص حاجة. نقلنا الارقام بتاعتنا صح. ابدأ بص، طبعا اهم حاجة الديسمال بوينت تحت الديسمال بوينت بتاعتي. بص على الديسمال بورت بتاعك، هنا عندي 3 ديجيتس وهنا ايه 2 ديجيتس. اظبط الميزان، حط الزيرو، ابدأ اجمع 3 بلس 0 3 6 بلس 5 11 1 and carry 1 up 1 بلس 5 6 6 بلس 4 10 0 carry 1 up. قابلتني الديسمال بوينت نزلها 1 بلس 4 5 5 بلس 2 7. تمام كده، ادي اول حاجة مطلوب مني ان انا اعملها في الاكويشن اللي قدامي. طيب هشيل بقى التو نمبرز اللي هو حطتهم لي دول، وهحط مكانهم الرقم اللي انا جبته. انا هكتب الاكويشن بتاعتي من اول وجديد بالمنظر الجديد ده. يعني بصوا التو نمبرز دول انا مش هكتبهم خلاص، انا هكتب الرقم ده وهو دوت الريزلت بتاعتهم 7.013. قابلتني ايكوال هنزلها k بلس 3.265. انا كتبت الايه الايكويشن بالمنظر الجديد بتاعها ده. تمام كده. طيب الخطوه اللي بعد كده، اتفقنا عشان اعمل سولف للايكويشن هدفي ان الفاريبل ده قاعد لوحده في مكان، قاعد لوحده في مكان خلاص. طيب خليني بس الاول انا هظبط شكل الايكويشن عشان محدش برضو يتلخبط. انت متعود وانت بتحل ان الجزء ده موجود الناحية دي، الجزء ده كله بيكون موجود الناحية دي equal number. هعمل لك المنظر اللي انت شايفه عشان وانا بعمل inverse operation بتاعتي محدش يتلخبط. انا عملت ايه؟ انا جبت k plus 3.265 اهي، قلت equal ونقلت الرقم ده الناحية دي. نفس المنظر، انا ما غيرتش اي حاجة، انا زبطت بس المنظر زي ما عينك اخد عليه. هدفي بقى عايز الكيل وحدها، هبدأ اخد الرقم ده ووديه الناحية التانية بانفيرس اوبريشن. انا عندي هنا بلس، هيروح بايه؟ بماينس. ادي خلاص، يبقى الكي بتاعتي ايكوالز الرقم اللي هينزل بعد الايكوال الاول زي ما هو 7.013. قابلتني الماينس هنزلها 3.265. حل بقى الكي بتاعتك ايكوالز وابدأ حل. بص على الديسمال بورت بتاعك اخباره ايه، عندي 3 ديجيتس وعندي 3 ديجيتس، الميزان مظبوط. يلا
3 minus 5 can't be borrow 1، مكان ال 1 ده هيبقى فيه 0، وهنا بقى عندي 13. 13 minus 5 يا شباب يعني equals 8، تمام. بعد كده 0 minus 6 can't be، هنبدأ نزق كده عشان نستلف، ها او برو 1، هنا هيبقى فيه عندي 6، هنا هيبقى فيه 9، وهنا هيبقى فيه 10. دي النمبرز الجديدة اللي انا هشتغل بيها المسألة بتاعتي، تمام. 10 minus 6 4، 9 minus 2 7، قابلتني الديسمال بوينت نزلتها، 6 minus 3 3، وانا كده جبت الفاليو بتاعت ايه، بتاعت كي، طلع لي 3.748. متفقين؟ 3.748. وخد بالك احنا بنتعامل مع assessment، يعني احنا بنتعامل مع تقييم، يعني احنا عدى علينا اسئلة زي دي وحليناها، ان شاء الله الموضوع ابسط ما يكون معاكم يعني، تمام. طيب بعد كده بيقول greatest common factor of any two prime numbers is e. greatest common factor للبرايم نمبرز هو 1، لان ال1 موجود عند all the numbers، لكن البرايم نمبرز بتاعتي عندهم 1 وعندهم itself، فمش هلاقي حاجة مشتركة بينهم غير number 1، تمام. طب the prime numbers between 20 and 30 or e، ايه هي البرايم نمبرز between 30 و20؟ ابدأ فكر كده، هتمشي بقى تقول لنفسك 21 لا مش برايم، 22 مش برايم، لكن هيقابلك 23 هتلاقيه برايم، كمل 24 مش برايم، has more than two factors، 25 مش برايم، لحد ما توصل ل 29 هتلاقي 23 و 29 هما two prime numbers between 20 and 30، تمام كده. طيب اخر سؤال موجود هنا، مش عايز يبان في الكاميرا زي ما انتوا شايفين كده، بيقول the multiples of number 4، multiples of number 4 which lie between 21 and 35، ايه المالتبلز النمبرز يعني اللي divisible by 4 موجودة between 21 and 35، تمام. هتبدأ تقول 22 لا مش divisible by 4، 23 لا، هيقابلك 24 و 28 و 32، كل النمبرز دي موجودة between 21 و 35 وكلهم مالتبل للفور، واتفقنا كلمة مالتبل هنتعامل معاها انها ديفيزابل باي، بتقبل الاسم على نمبر فور. متفقين؟ السؤال اللي بعده بيقولك put true to the correct statement and false to the incorrect statement، true or false، تمام. lowest common multiple of two different numbers is greater than their greatest common factor، means lowest common multiple ده طبعا هيبقى ممكن greater من الايه، من ال greatest common factor، لان ال least common multiple ده يا اما قدهم يا اما اكبر من numbers دي، تمام. فطبعا الكلام دوت هقول عليه true، ال lowest common multiple بيكون اكبر من ال greatest common factor، تمام. طيب بعد كده بيقولك 5 point، هنا بيقولك 2.568 plus x minus 3.8 is an equation. equation هو فين علامة الايكوال وفين الرقم اللي بيجي بعد الايكوال؟ لا طبعا الكلام ده غلط، ده expression يا ميس، لكن equation لازم يكون عندي ايكوال في الموضوع. 2 is a multiple for any even number، 2 multiple لكل ال even numbers، طبعا برضو الكلام ده false. 2 is a factor for all the even numbers، نقولها بشكل تاني، all the even numbers are divisible by 2، كل ال even numbers اللي في الدنيا divisible by 2، بيقبلوا الاسم على number 2، تمام. 8 is a common multiple of 2 and 4، 8 common multiple لل 2 وال 4. تعال نتأكد، احنا اتفقنا كلمة multiple يعني divisible by، كلمة مالتبل دي تتأكد منها ازاي؟ شوف النمبر اللي هو مديهولك ده ديفيزابل باي الأرقام دي ولا لأ؟ لو طلع ديفيزابل باي زم يبقى الكلام ده صح، نوت ديفيزابل يبقى الكلام ده غلط على طول، متفقين؟ طب يلا 8 divided by 2 equals 4، معنى كده ان ال 8 مالتبل لل 2، نجرب مع ال 4، 8 divided by 4 equals 2، معنى كده ان ال 8 مالتبل لنمبر 4، معنى كده ان ال 8 common multiple for 2 and 4، الكلام ده true.
طب the greatest common factor of 36 and 12 is 6. طب تعالى نحل، مادام بيقول لي greatest common factor على طول هروح احل. انا معايا الورقة بتاعتي ومعايا الستبس بتاعتي، معايا 36 ومعايا الرقم التاني 12، وهدفي عايز greatest common factor. متفقين؟ 36 هتنزل 6 by 6، كومبزيت هما الاثنين، كل 6 منهم هتنزل ل 2 ملتبلايد باي 3 وبقوا برايم. تايم تيبل، كل الفاكتورايز اللي احنا عمالين نعمله ده، انت حافظ التايم تيبل ولا لا؟ دنيتك اخبارها ايه؟ 12 يعني 3 ملتبلايد باي 4، 3 برايم، 4 كومبزيت، هتنزل ل 2 باي 2. خلاص كده وصلنا لبرايم فاكتورز. تمام، 36 equals 2 by 3 by 2 by 3. 2 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 3 زي ما انت شايف. طيب 12 equals 3 by 2 by 2. طيب احنا بس هنرتب، ها عندي 2 اهي هتكتب تحت ال 2، خلاص multiplied by عندي 3 اهي خدتها multiplied by 2 اهي. بص رتبنا، خلينا المنظر حلو ازاي. اوكي طيب شد اللاين بتاعك، وهدفي قلنا نجيب greatest common factor. greatest common factor الكلام ده equals، هبدأ اعمل ايه الrectangles بتاعتي بالمنظر ده. معايا 2 multiplied by 3 multiplied by 2، 2 by 3 equals 6، 6 by 2 يعني 12. يبقى greatest common factor هو ايه؟ 12 not 6. هو هنا كاتب لك greatest common factor of 36 and 12 is 6، يبقى الكلام ده ايه؟ false، طبعا مش هو ده. تمام طيب if the greatest common factor of two numbers is 6، greatest common factor of two numbers 6 and their least common multiple 12. تمام يبقى هو مدي لك حاجتين، greatest common factor و least common multiple. بيقول لك then the product of the two numbers is 72. معنى كده ان two numbers دول لو انا جبتهم وعملت لهم multiply هيطلع لي product equals 72. يمس هم فين two numbers؟ مش مديهم لي. تمام بس انت عارف قاعدة بتقول ان greatest common factor multiplied by least common multiple يدي لك product of the two numbers. معنى كده ان انت مطلوب منك تاخد 6 multiplied by 12، 6 by 12 equals 6 by 2 12، 2 and carry 1 up، 6 by 1 equals 6 plus 1 يعني 72. اهو معنى كده ان the product of the two numbers equals 72. الكلام ده true، قاعدة حلينا عليها كتير وقلت لكم مهمة، وبتنزل اسئلة كتير منها، اكيد هتنزل منها في الامتحانات. متفقين؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك match prime factors of 12 or prime factors of 12. احنا لسه كنا عاملينها حالا لما نزلنا وقلنا 2 multiplied by 6 و 6 نزلناها ل 2 by 3، فكان البرايم فاكتورز بتاعت ال 12 2 و 3. تخيل معايا كده، لسه حلينها حالا في سؤال فوق هنا هوت في الترو فولس. يبقى البرايم فاكتورز اوف نمبر 12 ار 2 2 اند 3. تمام فاكتورز اوف 18 ار، خد بالك بقى هنا بيقول لك فاكتورز بتاعت 18، ما قالكش برايم فاكتورز، ما قالكش برايم فاكتورز، ده بيقول لك انا عايز الفاكتورز كلها، يعني كل النمبرز اللي عندك اللي ال 18 ديفيزبل باي ذم هم ايه؟ ركز كده، ها 1 اه طبعا 18 divisible by 1 يبقى ال 1 factor لل 18، 2 18 divisible by 2 يبقى 2 factor لل 18. ها وخد بالك كده برضو تنفع اقول عليها 18 multiple، يعني الاثنين كده الجملتين يتقالوا صح. اوكي طيب 3 ال 3 factors من الفاكتورز بتاعت 18، 6 6 multiplied by 3 equals 18، ال 6 factor برضو لل 18، 9 يا ميس برضو معانا وال 18 معانا، يبقى هو ده multiples of 6 up to 30 or عايز المالتيبلز بتاعت 6 لحد ما توصل لنمبر 30. ها طبعا هتبص كده اكيد مش هي دي، يعني ال 2 دوت مش مالتيبل لل 6. طب تعالى نبص من هنا 0 6 12 18 24 and 30 لحد ما وصلنا هوت لنمبر ايه؟
صرتي ادي المالتيبلز بتاعتي كلها. تمام. طيب هنا بعد كده اخر سؤال معاك بالنسبه للميتش بتاعتك. برايم نمبرز لاينج بتوين 1 اند 10. برايم نمبرز النمبرز اللي هم برايم لاي موجوده بتوين 1 اند 10 طبعا 2 3 5 7 هم دول البرايم نمبرز بتاعتي اللي موجوده بين 1 اند 10. تمام. تعال نبدا نبص بقى على الستوري بروبلم اللي معايا وركز معايا فيها لو سمحت. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك a school has a case of 144 candy bar. تمام. and a case of 24 sodas. نعتبر كيس دي اللي هي شنطة حافظة فيها واحدة فيها candy bar والتانية فيها sodas. if these are divided evenly among the students. فاكر لما كنا اتكلمنا وقلنا هتلاقي بعض الكلمات كده عاملة زي المفتاح لما تشوفها في المسألة تفهم هو عاوز منك ايه. قلنا منهم لما تلاقي كلمة divided ديت معناها ان هو عايزك تجيب greatest common factor. لما تشوف كلمة divided evenly او between او distributed معناها عايز greatest common factor. تمام. among the students how many students will get candy and soda. طب عدد الستيونس دول هيكونوا قد ايه لما هبدأ اقسم 144 و24 دول بنفس التقسيمة او كل واحد ياخد قد التاني. هدفي هنجيب greatest common factor. نبدأ ب 144 اهم وهنا هكتب greatest common factor هدفي اللي انا عايزة اوصل له من المسألة ومعايا 24 وابدأ فكر تعمل فاكتورايز ازاي. متفقين؟ طيب اول حاجة هفكر فيها 144 ده even number يعني 2 multiplied by 144 يميز divided by 2 هيديني 72. ادي اول حاجة 2 ده برايم و 72 ده كومبزيت فتحط في ريكتانجل. متفقين؟ بعد كده 72 ده يميز يعني 8 multiplied by 9 8 by 9 equals 22. طيب هما الاتنين كومبزيت ال 8 وال 9 8 هتنزل ل 2 multiplied by 4 ال 2 بقت برايم 4 كومبزيت هتنزل ل 2 by 2 كده خلاص بقى كل الحتة دي ايه. بص انا ماشي كده كله هو برايم. تعالى عند ال 9 3 multiplied by 3 وبقوا برضو برايم. تمام. نبدأ نكتب له ان 144 equals 2 multiplied by 2 by 2 by 2 by 3 by 3 اهو 2 multiplied by 2 by 2 by 2 by 3 by 3 زي ما انت شايف. تمام. طيب بعد كده تعال نروح عند 24 4 by 6 هما الاثنين كومبزيت 4 هتنزل ل 2 by 2 بقوا برايم 6 هتنزل ل 2 multiplied by 3 بقوا برايم. تمام. تعال نروح نكتبها هنا هوت بقى 24 اهي الكلام ده equals هنبدا نحط النمبرز ايه اللي شبه بعضها تحت بعضها يبقى 2 multiplied by خدنا ال 2 دي 2 multiplied by خدت الثانيه اهي 2 multiplied by اخدت دي ناقص لي 3 هكتبها تحت 3 بالمنظر ده. تمام. شد اللاين بتاعك وانا عايز greatest common factor الكلام ده equals ويبدأ اعمل لي ريكتانجلز على ايه على النمبرز اللي زي بعضها فوق وتحت. ابدأ نزلها هنا هوت 2 multiplied by 2 by 2 by 3 2 by 2 4 4 by 2 equals 8 8 by 3 يعني 24 24 ده greatest common factor بتاعي. تمام. between 144 and 24. طيب تعال نكمل المسألة بتاعتنا. احنا كده عرفنا ان number of students equals 24 greatest common factor ده هو دوت number of students اللي هم هياخدوا candy وصودا عددهم 24 students ودي اول حاجة تبقى فاهمها ومفكر فيها. بعد كده بيقولك how many candy bars and sodas will each student get. كل واحد هياخد candy bars قد ايه من ال 24 دول
وكل واحد هياخد صودا قد ايه برضو من التوينتي فور ستيونس اللي معاك. طيب كأني بقولك امسك بقى 144 دي divided by 24 واعرف لي equals ايه. طب لما انا هقسم 144 divided by طبعا 24 اللي هو عدد الستيونز بتاعتي هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي نصيب كل واحد منهم من كاندي بورز. يبقى انا بالنسبة لي الجزء الاولاني ده share نصيب of candy بورز. متفقين؟ طب 144 divided by 24 دي يا ميس اعملها ازاي؟ طيب ابسط حاجة، ابسط حاجة ابدأ اعمل لنفسك التايم تيبل بتاع 24، ودي ابسط حاجة. لان بص كده لما هتبدأ تقول 144 divided by 24 بالمنظر ده تمام، هتبدأ تبص ال1. طبعا انت عارف وانت بتعمل ديفايد، انا عندي divided multiply minus bring down، دي الستبس الاساسية بتاعت ايه ديفايد اوبريشن بتاعك. هتبدأ تشتغل from the left to the right. ها ال1 لوحدها مش هينفع اقسمها على 24، فابدا اخد ال14. 14 ديفايدد باي 24، ال14 اصغر من ال24، فانا محتاج اخد 144 كلها. تمام؟ طيب عشان اخد 144 كلها يبقى هقول لك ابدا اكتب على جنب التايم تيبل بتاعك بتاع 24. 1 ملتبلاي باي 24 ايكوالز 24، 2 ملتبلاي باي 24 ايكوالز 48، 3 multiplied by 24 الكلام ده equals 3 by 4 12 2 and carry 1 up 3 by 2 6 plus 1 7 4 multiplied by 24 الكلام ده equals 4 by 4 16 6 and carry 1 up 4 by 2 equals 8 plus 1 9 5 multiplied by 24 equal 5 by 4 20 0 and carry 2 up 5 by 2 10 plus 2 يبقى انا معايا 12. تمام معايا 120، انا لسه ما وصلتش خد بالك ل 144. الدور على 6 multiplied by 24 الكلام ده equals 6 by 4 24 4 and carry up to 6 by 2 12 plus 2 يبقى 14. 144 الرقم اللي انا بدور ايه عليه. تمام طيب يبقى لما اقول لك 144 divided by 24 هيدي لك 6، 144 divided by 24 هيدي لك 6. انا هروح اكتب له هنا 6 اهو زي ما انت شايف، وهكتب هنا 6 ده share of candy boards نصيبهم من الكاندي بورز، وهكتب له candy boards. طيب انا عندي 24 sodas 24 divided by وعندي 24 students. تمام يبقى divided by 24 الكلام ده equals 24 divided by 24 equals 1، كل واحد منهم هياخد 1 soda. كده عرفنا كل واحد هياخد هاو ميني كاندي بورز وكل واحد منهم هياخد هاو ميني صودا. هو ده هدف المسألة كلها. يبقى احنا جبنا الاول greatest common factor. greatest common factor ده وصلني لعدد الستيودنتس بتوعي اللي المسألة شغال عليهم. بعد كده بدأت اقسم كاندي بورز على الستيودنتس، وبدأت اقسم الصودا على الستيودنتس بتوعي، فعرفت ان كل واحد اخد 6 كاندي بورز وكل واحد منهم هياخد 1 صودا. متفقين؟ طيب تعال نبص على السؤال اللي بعده. هو هنا بيقول A mother has 1.352 kilograms of flour. معاها المقدار ده من ايه؟ من الدقيق. She wants to make a cake for her children. If the cake needs 2 kilograms of flour. الكيكة اللي هي هتعملها محتاجة 2 kilograms وهي معاها الكمية دي. How many more flour does she need؟ هي محتاجة قد ايه؟ محتاجة لسه قد ايه تاني اوكي عشان تقدر تعمل الكيكة بتاعتها. انت معاك توتال ومعاك الكمية اللي معاها، يبقى what she need. وعلى فكرة ينفع نكتب what she need equal، وينفع اتعامل ان what she need ده هو variable في equation، يعني اقول له x equal كده صح وكده صح، لانه ما قالكش اكتب لي equation تحل بيها الستوري بروبلم. فانت ممكن تكتب what she need اوكي، وممكن تكتب x سواء انت اتعاملت بقى معاها كجملة عادية او اتعاملت مع الستوري بروبلم دي as equation، في الحالتين طبعا صح. هناخد 2 minus 1.352
كيلو جرامز اللي هي عايزة توصل لهم ماينس الكمية اللي عندها 1.352. خد بالك من حاجة، لما جيت اكتب النمبرز بتاعتي عملت ايه؟ كتبتها تحت بعض، دي اول حاجة عشان ما تلخبطش. خلاص بص كده، كتبت الهول نمبر تحت الهول نمبر، بص المنظر بتاع الهول نمبرز، عشان لما اجي احط ديسمال بوينت فوق الديسمال بوينت وابدا احط زيرو 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 عشان اظبط الميزان بتاع المساله بتاعتي. اه بص المنظر، الحاجه الارقام وهي محطوطه تحت بعضها كده اسهل ما تحطها جنب بعض وانت بتحل. ان شاء الله ان شاء الله اللي هيتعامل كده مش هيتلخبط خالص في الامتحان. اوكي، طبعا لما هقول لك 0 ماينس 2 كانت بي، هنبدا نمشي نمشي عشان نعمل برو ايه 1، فالتو هنا هتبقى 1. الزيرو والزيرو دول هيبقى مكانهم في 9 و9، واول زيرو ده هيبقى ب10. كده خلاص احنا ظبطنا النمبرز بتاعت ايه المساله بتاعتي ونقدر نحل. 10 ماينس 2 ايكوالز 8، 9 ماينس 5 ايكوالز 4، 9 ماينس 3 ايكوالز 6. قابلتني الديسمال بوينت بتاعتي 1 ماينس 1 0، يبقى هي محتاجه 0.648 كيلو جرامز اوف فلور، او كيلو جرامز وكتفي. خلاص احنا كده خلصنا اسسمنت بتاعنا. ان شاء الله ان شاء الله يعني من الحصه الجايه هبدا اشتغل معاكم من المعاصر بتاع السنه دي، ربنا ييسر الامر. تمام، ما تنسوش تدعولي دعوه حلوه بظهر الغيب، وتكتبوا لي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم. لايك وشير عشان الكل يستفيد. يلا السلام عليكم.